بحضور الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لمكافحة مرض السيدا وممثل منظمة الصحة العالمية، اختتمت ظهر الأمس فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت لصالح الأطباء المختصين في الأوبئة والأمراض المعدية، حيث خرج المشاركون في أعمال الورشة بتوصيات وقرارات للجهات المعنية. تقرير خليل حسن صالح. دأبت منظمة الصحة الدولية على محاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة، وذلك بتأهيل الكادر الطبي وتزويده بمعدات جديدة لمحاربة هذا الفيروس. وعلى هذا الأساس اختتمت فعاليات الورشة التدريبية الثالثة التي احتضنتها العاصمة أنجمينا بعد ورشة مدينة مندو وأبشة، ورشة حضرها عدد من الأطباء المختصين في الأوبئة والأمراض المعدية. وقد قدم المشاركون خلال اختتام هذه الورشة كلمة شكر عبروا خلالها عن امتنانهم لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، كما خرجوا بتوصيات ومقترحات تحدثت عن مداومة هذه الورش وتوفير المعدات العلاجية اللازمة خاصة في الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها. ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جان بوسكو أشاد بالجهود المشتركة التي تقوم بها منظمة الصحة ووزارة الصحة العامة بالبلاد لمحاربة هذا المرض، حسن المشاركين أخذ المعلومات بعين الاعتبار ومساعدة المصابين بالأيدز وتوصيل ما تلقوه من خبرات إلى إخوانهم من الأطباء في الأقاليم. الدكتور بارو جواتير الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لمكافحة الأيدز شكر منظمة الصحة الدولية وقال إن محاربة هذا المرض أمر يستدعي تكثيف الجهود وتنظيم دورات مستمرة كالتي تقوم بها منظمة الصحة العالمية كل عامين من أجل محاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة والخروج بتوصيات جديدة تسمح للأطباء القضاء على هذا المرض في مطلع العام 2030.